يقيم نادي توماسترز العزم البرنامج التدريبي أنا قيادي المختص بذوي العزيمة في مدينة شباب 2030 الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب. ويركز برنامج أنا قيادي على برامج تعليمية تنمي مهارات التواصل والقيادة لذوي العزيمة. هي الأجساد التي لازمتها الإعاقة ولم تكن عائقا لهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وهم الأشخاص الذين لم تفارقهم التحديات يوما ليصنعوا من أنفسهم رموزا للثبات وحب الذات. ليؤكد ذلك برنامج أنا قيادي في مدينة شباب 2030 الذي يقيمه نادي توست ماسترز والمختص بذوي العزيمة. هذا البرنامج طبعا جدا مفيد للأشخاص من ذوي الإعاقة. كل شخص من ذوي الإعاقة عنده قصة وعنده شيء ملهم يبي يوصله للمجتمع، بس بعضهم قد يكون عنده خوف وتردد في انه شلون يوصل القصة مالته ويشرحها للناس. احنا هنا في التوست ماستر نعلمه ان افضل طريقة ممكن هو يقول القصة مالته وتكون ملهمة للناس وتوصل رسالته من خلال المقدمة، من خلال المحتوى اللي بيقدمه، القصة الرئيسية، ومن خلال الخاتمة والرسالة اللي بيقدمها للمجتمع. هذا البرنامج برنامج أنا قيادي بحضور أكثر من 35 شخص من ذوي العزيمة في مملكة البحرين، وعندنا برامج متنوعة وقيادية، منها شلون مهارات الجسد والخطابة، مهارات التنوع الصوتي على طوال شهر أغسطس. يركز برنامج أنا قيادي على برامج تعليمية تنمي مهارات التواصل والقيادة لذوي العزيمة، ومن أهم البرامج التدريبية المقدمة هي مهارات الوقوف أمام الجمهور، ومهارات استخدام المنصة وأدبياتها، ومهارات كتابة الخطاب، ومهارات استخدام لغة الجسد والتنوع الصوتي، ومهارات الارتجال. استفدت وايد من ناحية الخطابة ويعلمونا على طريقة الإلقاء، هاي شيء وايد عزز من شخصيتي وقاعد يقويها. كذلك على طريقة إعداد الخطاب حق يعني بصفة عالمية، وهاي شيء وايد عزز من مهاراتي وقاعد ينميها الحمد لله بشكل إيجابي. هذا البرنامج طبعا الأول من نوعه في مملكة البحرين، واللي يهدف إلى تطوير مهارات ذوي الإعاقة على مستوى يعني مثلا إنه يخلينا نعرف الحفلات، شلون نقدر نتعامل ويا الحفلات، شلون انت تكون متحدث جيد حق ذوي الإعاقة، يعني انت ما تستحين انت تطلع حق الناس تتكلم وتشارك لان انت تقدر. فهذا البرنامج يقول لك ان انت تقدر. برنامج أنا قيادي وجد لأصحاب ذوي العزيمة الذين يرغبون في تطوير أنفسهم ومهاراتهم وإبداعاتهم التي لا تستوقفها التحديات. برنامج أنا قيادي تم استضافته في مدينة الشباب 2030 بناء على احتياجات ذوي العزيمة لتأهيلهم وتزويدهم بكافة الإمكانات اللازمة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.